ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. رجل من ذهب. ما الذي كان يدور في بالك عندما قاتلت لتحصل على رقم ذهبي لموبايلك أو لتليفونك الأرضي؟ هل كنت تتوقع كل هذا الكم من المكالمات التي لا ترد عليها؟ ولماذا لا ترد عليها؟ ألم تختر رقما يسهل حفظه في الذاكرة البشرية؟ رقم لا يحتاج إلى ورقة أو قلم، لا يحتاج إلى ذاكرة إلكترونية، ارمه هكذا في ورقة وسترى كيف أنه فاتح الورقة والشخص الفضولي الذي بجانبه وقد حفظاه عن ظهر قلب. ثم وبعد ذلك يا حبيب تجلس وتتمتع بالمكالمات التي لن ترد عليها، والمتعة الأكبر حين تجد على شاشة موبايلك أرقاما غير ذهبية، كل رقم من ديرة وكأنه مشاجرة لا رقم، وكأنه معركة طاحنة بين الأربعة والخمسة، بين الصفر والتسعة، بين الستة والاثنين، لا واحد بجنب الواحد الذي هنا ولا واحد سواه في كل الرقم، رقم صعب وشرشوح وغير جذاب، حتى أم صاحبه لن تستطيع حفظه، رقم لا يطاق. رقم لا يطاق، تتمتع بظهوره على شاشتك الذهبية، المسكين لن يتصل به أحد، بينما أنت عم تعيش وتسمع الرنة تلو الرنة والرجة تلو الرجة إلى درجة لم تعد فيها الرنات والرجات ممتعة. فاتك أثناء اختيار الرقم أن عليك تحمل إزعاجاته، بل إنك فعلت ذات الشيء مع نمرة سيارتك، وفاتك ما فاتك من قبل أن مهمة عم الشرطي صارت سهلة في التقاط رقمك وسلخك هديك المخالفة. ستكون مضطرا للرد على كل المكالمات والسير ضمن القانون بدون ارتكاب المخالفات، فأرقامك الذهبية تفرض عليك أن تكون رجلا من ذهب، لكن معك حق، ليست ضرورة حتمية، فلربما أو على الأرجح أن طالبك على الخط سيعد للعشرة قبل أن يتصل بك، بينما سيفنجر عم الشرطي عينيه وهو يرقب رقم سيارتك المخالفة ويعيد قلمه ودفتره إلى جزمته، عفوا إلى جيبه، وهو يبتسم، اليوم أيضا لن يستطيع مخالفتك. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016.